الفنانة نجلاء فتحي تفتح النار على الزعيم عادل إمام: أفلامك تدعو للفساد. هاجمت الفنانة المعتزلة نجلاء فتحي الزعيم عادل إمام بشدة، وذلك خلال تسجيل صوتي أذيع لها. وحكت نجلاء فتحي أن عادل إمام قد طلب منها المشاركة معه في عرض مسرحي يذاع بأحد محافظات الصعيد، وذلك للرد على ما كان يروجه البعض من منع الجماعات الإسلامية لإقامة حفلات مسرحية هناك، موضحة أن عادل إمام في ذلك الوقت كانت أعماله تتناول هجوم بقوة على الجماعات الإسلامية، ولكنها اعتذرت بسبب ضرورة تواجدها بجانب ابنتها التي كان عمرها 2 في ذلك الوقت. ورأت نجلاء فتحي أن موقف الزعيم عادل إمام خلال الثورات التي مرت بها مصر في السنوات السابقة يعد موقف تعيس على حد وصفها، وأضافت إن من حق جمهور عادل إمام الذي صنعه ورفع أجره للملايين واشترى تذاكر أفلامه أن يكون له دور وموقف واضح وحقيقي يوجه به جمهوره، أو كان من الأفضل أن يلتزم الصمت. وتابعت نجلاء فتحي إن أعمال عادل إمام تعد فساد وإفساد للمجتمع، مستشهدة بفيلم السفارة في العمارة، والذي أوصل رسالة بضرورة التطبيع مع إسرائيل. وقالت إن أفلام عادل إمام في السبعينيات كانت هادفة وتقف بجوار المواطن البسيط، ولكن منذ الثمانيات من القرن الماضي وحتى الآن، أي ما يقرب من 40 عام، وعادل إمام يضع السم في العسل ويوصل صوت السلطة على إنه الحق. وأضافت الدليل إن فيلم السفارة في العمارة الذي سبق وأن قدمه عادل إمام منذ عدة سنوات قام بتوصيل رسالة من خلاله أن علاقتنا بإسرائيل هي الأفضل لنا. وأضافت: كلامي هذا لا أقول من فراغ، لكن بحكم أنني فنانة تدرك جيدا طريقة اللف والدوران التي ينتهجها عادل إمام في أفلامه. واستردت الفنانة المصرية حارسها قائلة: أعترف أيضا أن موقف عادل إمام خلال الثورة كان مغزيا للغاية في ظل مساندته للنظام السابق، وهو ما كنت أندهش له نظرا لأن عادل إمام يعد نجما كبيرا وهو ما لم يستطع أحد إنقاره، ومن ثم فهو كان ليس بحاجة لكي ينافق الرئيس المخلوع مبارك وعائلته، بل بالعكس فكان لازما عليه أن إما أن يقول للشعب أنا معكم أو أن يلتزم الصمت.